ملكوت خلقه الله، ولا عمرنا عرفنا ماشي في اي اتجاه، احنا وظروفنا دي منا ينده لنا، شمالنا يلقفنا. هل كنا حاسبين خطوينا وبكرة سكتنا ومغرية، بنشم على ظهر ايدينا ولا احنا مثلا انبيا؟ ضحك الزمان فجأة عليه اللي قال الرجل الدب مكان ما تحب، جدك كبير قوي يكسبنا. وسكك بتتغير، ماشيين بأمل إنما مش مفروشة لنا ورد. بتاخدنا دنيانا أهيانا، أوقات على خوانا، بنكون في أبعد سما ننزل لساغ أرض. هل كنا حاسبين خطوينا وبكرة سكتنا ومغرية، بنشم على ظهر ايدينا ولا احنا مثلا انبيا؟ ضحك السماء فجأة علينا وهرانا كلنا سخرية، بمكان ما تحب جدك كبير قوي يكسفنا. انت مين؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ انت بتعمل ايه يا حرامي؟ بيبرس! حرامي يا بيبرس! حرامي! بيبرس! انا مسكت الراجل ده وهو بيسرق الخزنة! انا مسكت الحرامي ده وهو بيسرق فلوس! انت تاني؟ عشان تيجي تسرقنا وتاخد فلوسنا يا حرامي. يا صوت بيبرس اتخانق مع حد؟ تلاقيه بيتخانق مع حد مش شغالين. تعالي نشوف ايه. انا ماسك نفسي بالعفو، وديني لو ما سكتت ما هيحصل لك. طيب ده انت بجح قوي، انت مش طالع من هنا غير على التخشيبه. المره دي لا يمكن اعديها لك حتى لو مين حاول ينقذك مني. في ايه يا بيبرس؟ انت هقدم لكم الاستاذ صديق بابا الحرامي، فدع الخزنه وعبى كل اللي فيها في شنطته. لولا ان سعيد ظبطوه كان زمانه قشطنا. الولد ده هو اللي حرامي. انت جيت؟ استنى يا سعيد، ما تغطيش كده بس. بيبرس خد اصحابك ومش اطلع بره. بابا انا مش هسكت له المره دي، مش هسيب. قلت لك اطلع بره.
بابا بيبرس معاها لازم نبلغ البوليس. خد اختك واطلع بره واقفل الباب ورا. يا بابا اسمعني بس اديني فرصه اكلمك. دابر اطلع بره. يلا يا ليلى يلا. أنا سبق وحذرتك إنك ما تعتبش البنت هنا تاني، المرة دي مش هعديها لك يا حرامي. ناهد أنت اللي جرأت الأشكال دي علينا يا حرام. كان من أول مرة لازم يطلب له البوليس أول ما حط رجله هنا، لكن إحنا سيبناه يمشي، والمرة دي جاي يسرقنا، المرة الجاية ممكن يعمل إيه؟ يخطف عيل من عيالي؟ ما تتكلم يا حرام. سيبنا نتكلم يا ناهد. أنت أكتر واحدة عارفة ومتأكدة إن أنا لا يمكن أسرق. عشان إيه بقى؟ بلاش عشان العشرة اللي بينا. وإنك كنت حافظاني كويس قوي. في المنطق كده هسرق فلوسي؟ فلوسك؟ الفلوس مش هدف يا ناهد. بدليل أنا ما خدتش الفلوس اللي عرضتيها عليا، أو حتى اللي عرضها عليا محرم. هو ده الحرامي اللي عكننت علينا بسببه؟ هو ده الحرامي اللي عايز تضحي بعشرين سنة بيني وبينك عشانه؟ اطلع يا محرم، اطلع قول لأولادك قدام صحابهم إن هو ده أبوكو. الحرامي رد السجون. ليه كده يا عباس؟ ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ انت مصدق ان انا ممكن اسرق يا محرم؟ انت بفسر لي، اشرح لي، فهمني. الفلوس اتسرقت فعلا وانا جاي ارجعها. راجل حرام عليك بقى، اقول لي كلام منطقي عشان اقدر اصدقه. اتسرقت امتى وازاي؟ اتسرقت امبارح يا محرم. وانت بقى جاي النهارده ترجعها؟ ايوه جاي النهارده ارجعها. ومين اللي سرقها؟ واحد حرامي. ومين الحرامي ده؟ والحرامي ده بقى سرق الحاجة وجابها لك لغاية عندك وقال لك والنبي لا ترجعه. عباس أنا عايزك تديني دليل واحد بس يقول لي إن أنت ما كنتش جاي تاخد الفلوس دي النهاردة. محرم، أنت الوحيد اللي واثق ومتأكد إن أنا عباس الدلالي. مراتي أنكرتني وابني أنكرني، إيه دليلك على إن أنا عباس الدميري؟ لو أنت واثق إن أنا عباس الدميري لازم تبقى واثق إن أنا لا يمكن أسرق. بقول لك إيه يا راجل أنت؟ أوعى تفتكر إن شغل الدحلبة ده هيخيل علينا. أنا جيت للواد يا محرم عشان أرجع الفلوس دي. مصدقني ولا لأ؟ مصدقني ولا لأ يا محرم؟ يمشي عباس. يمشي يروح فين؟ ده ما يمشيش من هنا غير ما اطلب له البوليس. يمشي عباس، ومش عايز اشوف وشك بعد كده ابدا. الراجل ده رايح فين؟ انت هتسيبه يمشي؟ لو شفت وشك هنا تاني مش هيحصل لك طيب، وده اخر انذار ليك، انت فاهم؟ مش عارف يا رشا، كل ما اتضايق الاقي رجلي جايبان عندك. ظهر انك هتبقي حائط المبكى بتاعي.
وماله يا استاذ عباس؟ من اول ما شفتك رميت عليك كل حمولي. فضفض باللي جواك يمكن تستريح. ساعات الفضفضه بتبقى اقصى من الجرح اللي مكتوم جوه القلب. اول مره في حياتي احس الدنيا فاضيه من حواليا، زي ما اكون انا لوحدي في الدنيا دي كلها. انا كمان لوحدي يا استاذ عباس. يمكن عشان كده جيتلك. استاذ عباس، فين التفاؤل؟ فين الاقبال على الحياه اللي انت علمتهولي؟ ده انت خليتني ابتسم في عز المحنه اللي انا كنت فيها. والله العظيم حاولت يا رجاء، حاولت ابتسم ما قدرتش. الظاهر مفيش فايده. لا لا، انا دمي تقيل قوي النهارده. عن اذنك استاذ عباس، هتروح فين؟ مش عارف. رزيل بس اصل مخنوق شويه. بعد الشر عليك من الخنقه. تعال تعال يا اخويا بيتك ومطرحك. مالك الشر بره وبعيد، الله اكبر. تعال اقعد استريح. اتفضل، قلقتني. اقعد. انا عارف انك انت اللي تستحملي رزالتي دي. انت ست حموله واستحملت كتير طول عمرك. انا ما بقتش عارف اروح فين ولا فضفض مع مين. ها؟ تفضفض معايا انا؟ هو انا غريبه عنك؟ شيل عن قلبك يا اخويا، شيل. مالك؟ اتكلم. انا اخر الزمن بقيت حرام يا محمود. انا بقيت حرام. ينقطع لساني مدام في حد ياخد على كلام تقوله مهجة؟ ما تزعلش مني، حقك علي ابوس راسك. ولادي هم اللي بيقولوا عليا كده. ولاد ام محمود سرقوني فلوسي وطردوني من بيتي. ولادك؟ ولادك يطردوك من بيتك ازاي؟ ايه الحكايه؟ انت فاكره الفلوس اللي انا جبتها لك وقلت لك شيليها عندك ورجعت خدتها تاني عشان ارجعها لاصحابها؟ ايوه طبعا فاكره. هم دول صحابها، مراتي واولادي. جيت ارجعها افتكروني بسرقها. اخص عليهم قلاله الاصل دول، لا مؤاخذه يعني هم ولادك، بس ما يصحش يقولوا على ابوهم حرام. بس انت اصلا يعني جبت الفلوس دي ازاي؟ جت وخلاص. 20 سنة وأنا مستني اللحظة اللي أرجع لهم فيها وأخدهم فوق. والنبي ما تعمل في نفسك كده، الله والله ما يستاهلوا ضفرك. يا ريتني كنت، يا ريت أمي لخدت ولادي أشوف اللحظة. يا أختي بقى، طب فين أمهم يعني؟ ما تقولهمش عيب، ما يصحش. أمهم هي أس الحكاية يا أم محمود. أنا مش عارف ليه عملت كده. عشان ما بتحبكش. الست دي كانت لازم تربي ولادها وتقول لهم ما يصحش. 20 سنة وأنت بعيد عنها، ما هو البعيد عن العين، بعيد عن القلب. اشمعنى أنت يا أم؟ ما أنت عشت بعيد عن جوزك 20 سنة. وعشت كما لو كان معاك طول ال 20 سنة دول. صوابعك مش زي بعضيها يا أخوي. لا يا ست واضح. الفرق إنها عمرها ما حبتني. وانت بتحب لطفي الجنايني. والله عمري ما حبيته ولا قلبي دق له غير بكل كره.
المرار اللي شفته معاه ودموع الظلم وحرقة قلبي يملوا 20 كتاب. أحبه إزاي وليه؟ ده كان بيعاملني زي الأسود اللي بيدربه. راح فين يا مهجة؟ خدي. تأخرت ليه يا مهجة؟ خدي. ومهجة مستحملة عشان خاطر عيالها، مستحملة النار يا أخويا. الواحدة مننا تبوس الإيد اللي تطبطب والقلب اللي يحن عليه. ولادي أقول إيه لولادي؟ أقولهم أبوكوا صايع؟ قتل قتلة؟ ده قتل، قتل وهرب وسابنا أنا وولادي متلطمين. شفتي؟ شفتي بعد كل اللي عمله لطفي الجناني أنت عملت إيه؟ وأنا عمري ما عملت معناها حاجة وحشة. وبتعمل إيه؟ بتعمل إيه بقى؟ كل واحد بياخد نصيبه. اللي تتجوز واحد زيك طيب وابن حلال وأمير لازم تقيد له صوابعها على 10 شهر. بس نصيب. الله أكبر الله أكبر. جدا الوقت معاك يا أخويا، راكب رهوان وبيمرح. معلش يا محمود تعبتك معايا. تعبك راح يا أخويا، إلهي وانت جاه يزيح عنك كل كرب ويكفيك شر المداري وما تنضام ويوقف لك ولاد الحلال يا عباس يا ابن حواء وآدم. ربنا يريح قلبك يا محمود. سلام عليكم. مع ألف سلام. صباح الخير يا مفهد. يا صباح النور يا محمود. الله يرحمنا ويرزقنا يا كريم. نازل تصلي فجر ولا ايه؟ ان شاء الله. اهو صلي سوا يا لطفي ان شاء الله. ساعه الصبحيه دي ساعه مفترجه، لا ذنب ولا خطيه. تصور يا لطفي اهل الحاره دي ما بيتعزوش ابدا، رغي ودوده وكله عمال يودد ويتكلم على كله. الراجل معلي السلطان الله لا يكسبه ولا يربحه في دنياته ولا في اخرته. اللي سكتك يا عباس يا ابني؟ ما قلتلهمش الحقيقه ليه؟ ما قدرتش يا عم درويش. يعني ايه ما قدرتش؟ ايه اللي منعك؟ اقول لهم ايه بس؟ قول لهم ان مرسي هو اللي سرق الفلوس وارميه في السجن. يعني يا ابني مش احسن ما ترمي نفسك انت في السجن في تهمه انت بريء منها؟ يا عم درويش مرسي ما سرقش الفلوس عشان ياخدها لنفسه، مرسي سرق الفلوس عشان يدهاني. فكره كده انه بيرجع لي جزء من حقي. دماغه كده، هنعمل له ايه؟ اهو انت كده يا عباس يا ابني تدافع عن ده وعن ده وتنسى نفسك، واديك في الاخر لبست التهمه. انا مش قادر اصدقه، صديق عمري اللي بيشك فيا دلوقتي. يعني مش مقصر فيك مراتك واولادك ومأثر فيك صديق عمرك؟ يا عم درويش مراتي وولادي موقفهم واضح، بس محرم كان القشاية اللي تعلقت فيها وانا بغرق الوحيد اللي بيساعدني ويحاول يثبت ان انا عباس الدميري. انت غريب يا عباس يا ابني في زمن غريب، حد يرجع الفلوس الكتيرة دي كلها وهو معوش ولا مليم؟ لا وإيه؟ دي الفلوس دي حقك ملكك. أنا طالع على السور عايز حاجة يا عم درويش. واللي هيخرج لأكل عيشه ينزل مكلدم كده ومكشر؟ أنت شايف تكشرت يا عم درويش؟ صوتك مكشر. يلا ربنا يعمل اللي فيه الخير. ابتسم يا ابني عشان ربنا يفرجها عليك. غصب عني والله يا عم درويش. أنت فطرت قبل ما تنزل؟ هاكل اي حاجه في السكه. سلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايز طبق فول وقرصان طعميه وشويه فلفل. اتفضل ولا هجيبهولك. شكرا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احلى فول تاكله هنا عند المعلم عطا. ده في ناس كتير بيقولوا من اخر الدنيا، وممثلين كمان بيجوا ياكلوا هنا. شايف زباينه كلها هاي قوي. صباح الخير يا عطوة. صباح الخير يا باشا. الفول حاضر يا باشا. لو سمحت يا اخ، الخطط التوفيقية دي للبيع؟ اه طبعا، وعندي كمان طول الحمامة لابن حزم الاندلسي. بكام دول كلهم على بعض؟ اللي تدفعها حضرتك 500 جنيه كويس؟ شيل يا دي الكراكيب دي ارميها بره يا معلم. ما صحش كده، وحصل ايه في الدنيا؟ حصل ايه في الدنيا؟ في زبون جديد جه حلاوه، هيدفع شهرين مقدم، قعدك انت في الشقه اعمل بيك ايه؟ اطير الزبون واقعد استناك؟ يلا يا ابشيل الكراكيب دي. اعمل لك هم يا اخويا. وايه ده؟ سيب الحاجه يا ابني. حاجه؟ هي دي بيسميها حاجه؟ هي لو كانت حاجه كنا سيبناها، دي شويه زباله. شيل يا دي الكراكيب بره يا معلم. عيب ما صحش كده. في ايه يا جماعه؟ طلع الحاجات دي يا ابني فوق. يطلع يطلع يا اخويا، نزل يد الحاجه. استنى. الله، في ايه يا معلم؟ خلاص خلاص يا حبيبي، بطلنا نسكن بلوشي. بلوشي ازاي؟ هو مش دافع لك الايجار؟ ايجار؟ ايجار اللي دفعهولي؟ ما شفناش منه غير 25 ملطوش، ولا مؤاخذه بقى في سكن جديد عايز الشقه. 25 جنيه؟ ما انا اديته النص وخليته النص لزوم مصاريفي. لسه لك كام يا معلم؟ 50 ملطوش ما يقولوش مليم. ارمي يا ريت هو الزباله دي، طلعوها بمعرفتهم. ناس تخاف ما تفتشيش. عباس، انا جاي اخد حاجتي وامشي. حسبني تمشي؟ ده كلام برضو؟ استنى بس عباس. استنى ده ايه؟ انا ما اقعدش معاك في مكان واحد يا مرسي، كفايه اللي حصل لي. طب نقعد نتكلم. مفيش كلام معاك. لا عباس، عباس بس ابقي تعالي بقى، وهاتي معاك الشغالين بتوعك يساعدوا. خلاص دي فكره هايله. شغالين اليومين دول يا ساتر يا رب. بنت جات لي من البلد مقشفه وحالتها بالبلد، نظفتها ولبستها تقوم تسيبني عشان خاطر 5 جنيه زياده. الصنف ده ملوش امان ابدا. والله غلبت فيهم من عمايلهم، لو سبتها في البيت لوحدها ممكن تجيب لي مصيبه، يا تمشي مع المكوجي يا تمشي مع البواب. انا بقى شخصيا مريحه نفسي خالص، بس اوردهم فورا من الفلبين، لا يعرفوا يروحوا ولا يجوا. طب حاسبي بقى، لا ربنا يوعدك بمكواجي فلبين ياخدها ويمشي. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ست ناهد موجوده؟ موجوده يا فندم. نقول لها مين؟ انا. ايوه، مين حضرتك يعني؟ وانت مين؟ انا فتحة السفرجي. يا اهلا وسهلا، يا بختك. عارف الناس الغلابة ما عندهمش سفراجي. امال عندهم ايه؟ عندهم طبلات. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. ثانية واحدة. انت عارفة انا عاملة دايت انما هايل، هبقى اكتبهولك. طيب وايدك مع دكتور؟ والله ستاني. في واحدة ست عاوزة حضرتك. طيب انا جاية، هرجع لك تحكي لي على الدايت. يلا انا اذنكم. احكي لي بقى يا دينا، اخبار جوزك ايه؟ الله اكبر الله اكبر، صلاة على النبي صلاة على النبي. انا برضو قلت بنت الناس ما يطلعش منها العيب. صباح الخير يا ناهد هاني. صباح النور. انت عايزاني؟ والله انت اللي عايزاني، بس انا عايزه اقول كلام كده يتقال في اجتماع مغلق. بخصوص ايه؟ ربنا امر بالستر، تعالي نقعد على انفراد. اتفضلي هنا اتكلمي. اقول ايه؟ بصي يا ست ناهد يا اختي، الدنيا دي متفاته وما بيفضلش منها غير العمل الطيب. احنا يا اختي والله بنلاقي الشر على الباب والخير نجريله بالمشوار، وانا جيت لغايه عندك اهو، يعني ما عندكيش حجه بقى. ايوه يا ست اتكلمي، عايزه ايه؟ والله يا اختي انا مكسوفه منك وعرقي مرقي، مش عارفه اقول ايه. الاسره يا اختي من غير اب زي الطبيخ من غير ملح، والاب ده زي الحلة البريسكو، يكتم على نفس العيال لكن في الاخر ايه، يطلعوا مستويين وحلوين وزي الفل. يعني انت جوزك سابك وعيالك عياني محتاجه قرشين يعني؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاكراني ايه؟
بقى انا عامله في نفسي كل ده وفاكراني جاي اشحت؟ لا يا حبيبتي، ده انا عيني مليانه وبكي عمران ولسه قابضة. ايوه يا ستي، يعني انت جايه لي ليه؟ بصراحه بقى انا جايه لك بخصوص الاستاذ. استاذ مين؟ الاستاذ عباس. عباس؟ عباس مين؟ عباس جوزك ابو عيالك اول بختك يا اختي. جوزي مين يا وليه انت؟ انا جوزي عباس ده مات من زمان. مات ايه؟ ايه مش طلع له كرامات؟ وسمعوا صوت من التربه عمال يقول ناهد ناهد، وساعات يقول فلوسي فلوسي. انت بتخرفي تقولي ايه يا وليه؟ انا ما بخرفش، انا بقول الحق. انت بتعملي فيه كده ليه؟ مش حرام عليكي يا اختي؟ انت عايزه ايه يا وليه انت؟ انت حكايتك ايه بالظبط؟ انت جاي تنصبي عليا؟ انا هطلب لك البوليس دلوقتي يجي يشيلك من هنا. يشيلني ليه؟ كشك سجاير ولا عربيه صفتان؟ قطع لساني اللي يقول عليا نصابه. انت بتعلي صوتك عليا يا وليه انت؟ ايه؟ انت عصابه؟ احنا عصابه؟ اذا كنا احنا عصابه انت شيخه منصر. اخرسي قلة الادب. قلة الادب؟ اتجوزت على جوزي وهو حي؟ بعص عليه ولاده؟ انت بتقولي ايه يا وليه انت؟ بقول اللي حصل. ايه يا نهد؟ في ايه؟ مين دي يا نهد؟ ست ام محمود؟ انت تعرفيها؟ ايوه، دي بتشتغل عند رجاء مرات اللواء جلال اللي في الداخليه. يعني خدامه؟ خدامه بس انضف منك. انا بخدم عشان خاطر عيالي، مش بتستت على حساب عيالي يا هانم. فتحي تعالى ارمي الست دي بره. اهدي يا نهد، مش كده امال؟ ايه اللي بيحصل بالظبط يا نهد؟ ايه ده؟ في ايه يا نهد؟ شوف البلاوي اللي بتتحدف علينا. محمود، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تعرفها؟ انت تعرف الاشكال دي؟ الاشكال دي؟ ما هو من دخل بيت الخسيس ما ينوبه غير التقليد. انت جننتي يا وليه انت؟ استني بس يا ناهد، في ايه يا محمود؟ سبحان ربي، انت انسان طيب وراجل محترم، لكن هنقول ايه؟ الظاهر ان المخده ما بتشيلش اتنين حلوين، وذنوب مراتك دي انت اللي هتشيلها. وانا كان لازم اتكلم. اللي يسكت عن الحق شيطان اخرس، وانا في الحق يا اخويا لساني اطول من شريط المترو. فوتكم عافيه. محرم بيه؟ مين الست السوقيه دي؟ ايه يا خواجه؟ انت فين؟ عديت عليك النهارده الظهر ما لقيتكش. لا خير، خير قوي. شوف بقى يا سيدي، انا معايا تحفه انما هتجننك. عقد، بس عقد مش موجود منه خالص. لا يا خواجه عيب، ده بتاع الماما بتاع الانا. اعدي عليك النهارده الساعه 7. يا سيدي ما تدقش، بين الشاري والبائع يفتح الله. سلام. ايه بقى؟ انت فين؟ مختفية بقالك كتير قوي ومش عارف الاقيكي. بقالي يومين ما شفتكيش. عندي صداع. صداع بقاله يومين؟ بقولك ايه؟ انا مزاجي مش رايق يا سعيد. لما تشوفيني هروقلك مزاجك على الاخر. بس انا عندي مواعيد النهاردة. بقولك ايه؟ انت وحشاني، وحشاني موت. انت مش عندك شغل النهاردة؟ لا يا حبيبي، انا مأجز النهارده ومحضر لك حته دين مفاجاه انما ما حصلتش. انا شبعت من مفاجاتك اللي ما بتحصلش. لا المره دي هتحصل، وبعدين ما انت لو ما جيتيش هجيلك انا. هتيجي فين يا مجنون؟ خلاص يبقى مستنيكي. اوكي يلا، باي باي. باي صبحي. ايوه سعادة البيه. اسمع، جهز الاكل وبعدين ابقى امشي، بس عدي عليا بالليل. حاضر سعادة البيه. ده بقى اهم كتاب اتكلم عن المرحله دي، تاريخ مصر في عصر البطالمه. كليوباترا كانت اخر حكام البطالمه لمصر. كليوباترا ما كانتش مصريه، كانت يونانيه، حفيده من احفاد بطليموس قائد جيوش الاسكندر الاكبر. طبعا عارفين مين هو الاسكندر؟ اسكندريه. هو الجدع ده بيعمل للزباين ايه؟ بيسحر لهم؟ ده هيقلبها ندوه في الشارع. ده قاري الكتب دي كلها، هو احنا عارفين نبيع حاجه جنبه؟ مين؟ ايوه ابيض ولا احمر ولا رزين؟
ايه هو؟ النبيت يا حياتي. روزيه يا حبيبي. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. خد مد ايدك يا عم درويش. ايه ده؟ 840 جنيه حصلت النهارده. انا خدت 84 10% بتوعي ودول الباقي. لا يا عباس يا ابني كده ما ينفعش. ما ينفعش ليه يا عم درويش؟ اقسمهم نصين، انت النص وانا النص. نصين ازاي يا عم درويش؟ يا ابني انت تاخد حقك وانا اخد حقي. حقي ده ايه؟ الكتب دي بتاعتك ملكك. يا عباس يا ابني الكتب دي لولا وقفتك على السور وتعبك طول النهار ما كانتش جابت حق الورق اللي مكتوب عليه. امسك. ايه دول؟ ده مبلغ كده هتخليه معاك. مستوره يا اخويا والحمد لله. حد قالك ان انا محتاجه حاجه؟ معلش يا محمود انت فهمتيني غلط. انا قصدي انك تحوشي لي المبلغ ده. بتحوش ليه؟ هتتجوز؟ حكم كده الرجاله لما القرش يجري في ايديهم يحوشوا ويكنزوا عشان النسوان. انا اتجوز تاني. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. وانت يا اخويا ايه اللي يجوزك واحده من جحر؟ ده انت تستاهل احسن واحده من احسن عماره. انا قصدي اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. فهمت. انت لسه فاكر؟ انسى بقى. انا بحوش يا محمود عشان اعمل اهم حاجه في حياتي، الحاجه الوحيده اللي هعملها لعباس الدميري. ايه هي يا اخويا؟ عايز ارجع تاني عباس الدميري. ما انت عباس يا سلطفي. لا انا كده ولا عباس ولا لطفي، انا ولا حاجه. بعد الشر عليك. ولا حاجه ازاي؟ ولو اني مش فاهمه حاجه يا سلطفي، لكن هترجع عباس ازاي يا سلطفي؟ هكتب كتاب. يا لهوي، مش بقول هتتجوز؟ انت مخك راح لبعيد قوي يا محمود. انا هطبع كتاب. اطبع كتاب انا اللي مألفه. ولما تطبع اللي انت بتقول عليه ده هيرجعك عباس ازاي يا سلطفي؟ شوف يا محمود، انت لما تيجي تعملي حله محشي وتحبشيها التحبيشه بتاعتك بالقدره والبهارات، حته لحم ضاني، حته ليا، والريحه تطلع تفحفح في الحاره كلها، الناس تقول ايه؟ تقول ايه؟ تقول ام محمود عامله محشي النهارده وطهر يطلع لغايه هنا. نفسك في المحشي يا اخويا ونعمله لك. اهو ده اللي انا عايزه يقولوا ام محمود. انا عايزهم بقى يقولوا عباس الدميري لما اطبخ كتاب حلو وريحته تفحفح في الدنيا كلها يقولوا اهو ده عباس الدميري. فهمت يا محمود؟ والنبي ما انا فاهمه حاجه، لكن على العموم بالهنا والشفا. المهم يا محمود كل يوم والتاني هاجي اديكي مبلغ على المبلغ ده، يفضلوا معاكي لغايه ما يكملوا 15000 جنيه. يا لهوي، هتطبخ كتاب ب 15000 جنيه؟ مهما تحايلت عليكي اخد مليم منهم ترفضي. مهما كنت محتاجه يا ام محمود. يا خرابي، الاقيك محتاج يا اخويا وعز عليك الفلوس. يا ست انا اللي عايز كده. هتحايل عليك اقول لك والنبي عشان خاطر يا ام محمود. ولا مليم. انا محتاج يا ام محمود، ما يصحش كده. وانا مالي يا اخويا، انت جاي تستلف مني؟ شاطره يا ام محمود. دول كام؟ دول 400 جنيه. معاك فلوس تاني؟ مش معايا كتير. هاتهم هاتهم، انت لسه هتعد. دول 20 بس. خلاص خلي معاك 10. وعلى ايه 10؟ وريني وريني. خد 5 معاك. واضحه انا اللي جبته لنفسي. من ساعة ما كلمتني وانا مستني اشوف التحفه بتاعتك دي. لا شفت ولا هتشوف زيها يا خواجه. طب يا سيدي نشوف. 10 بواكي قبل ما تشوف. اشوف وبعدين اقول لك. ماشي ماشي يا خواجة. ايه رأيك؟ 10 بواكي كتير. جوز كفاية. جوز ايه يا خواجة؟ انا اقل من 10 بواكي بمليم ما باعش. انا قصدي جوز جنيهات. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ العلبة الفاضية ما تسويش اكتر من كده. والله العظيم ما تدي على حاجة يا سعيد بيه. ده انت فلوسها بتكون مرمية وانا بلمها واديها لك. اسمع، البيت ده محدش بيخشه غيرك. انا مش عاوز اتعصب، انا هخرج اسهر دلوقتي وارجع الاقي العقد في مكانه، والا انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. دور كويس يا سعيد بيه. دور انت، انا بقول لك اهو تدور عليه لحد ما تلاقيه. ايدك تكون نطرته كده ولا كده؟ انت حر، عقلك في راسك، تعرف خلاصك، فاهم؟
احنا راجعين من اسكندريه، انا ومامي وبابي وتيتا، اتقلبت بينا العربيه، كلهم ماتوا، مفضلش غيري انا. وبعدين يا رشا؟ زي ما انت شايف، عايشه لوحدي، ماليش حد. يعني ايه مالكيش حد؟ وانا رحت فين؟ يا وانا اللي جاي شايل هموم الدنيا دي كلها، وقلت اجي اشم نفسي معاكي شويه، الاقيكي كده. انا اسفه، انا ما اقصدش، بس مش عارفه ليه ارتحت لك وفتحت لك قلبي. طب بقول لك ايه، انت تقومي تجهزي نفسك وتلبسي فستان سهره شيك، وانا الساعه 10 هعدي عليكي، هاخدك ونروح نسهر سهره حلوه في اي حته انت عايزاها، ونضحك ونفرفش وننسى بقى هموم الدنيا دي. انا مش عارفه الحياه كان ممكن يبقى طعمها ايه لو ما كنتش انت موجود فيها. ميرسي قوي. ما تنسيش الساعة 10. مساء الخير. أستاذ عباس. مين الراجل ده؟ ده دكتور السنان، كان بيشوف سناني، أصلهم وجعاني قوي. دكتور السنان بيكشف في البيت؟ أصلهم مش وجعاني قوي قوي، بس يعني قلت يجي يشوفهم. بيقولك الساعة 10 على إيه؟ ده ميعاد الدواء.